صباح الورد والفل. عمليات التخسيس اللي بيقصقصوا فيها المعدة، سواء تحويل مسار أو تكميم أو حتى البالون. الحقيقة أن أنا كتير قوي من الحلقات بتاعتي، ولما حد بيقابلني ويسألني، أنا ضد العمليات دي تماما طالما أنت تقدر تعمل دايت وتلتزم بنظام غذائي. بس الحقيقة أن في ناس ما عندناش حل تاني معاهم غير النوع ده من العمليات. زي مين؟ الناس اللي عندها التهابات مزمنة وشديدة جدا في المفاصل، الناس اللي وزنها، طبعا اللي عندها التهابات المفاصل نتيجة الوزن الزيادة. أنا أعرف ناس الوزن بتاعها فوق 170 كيلو، فساعتها الناس دي إحنا ما عندناش أي حل تاني غير إن إحنا نعمل العمليات دي علشان ننقذ حياتهم. الفكرة هنا مش مجرد هو بيعمل عشان يبقى شكله حلو أو عشان يوصل للوزن اللي بيحبه أو عشان يبقى شكله لبسه حلو عليه، لكن الفكرة إن الناس دي حرفياً وصلوا لدرجة من السمنة إن حياتهم بقت في خطر. بقى فيه سكر، بقى فيه ضغط، بقى فيه قرح جلد، بقى فيه التهابات شديدة من المفاصل نتيجة الوزن الزيادة. كل من هو فوق 150 كيلو أنا بنصحه إن هو يعمل النوع ده من العمليات لو هو قادر ولو حالته الصحية مناسبة. نروح بس لأطباء عندهم ضمير، دي أهم حاجة خالص، وكمان يكون متابع مع الدكتور اللي انت او انت متابع معاه حالتك الصحية، لان اكيد الوزن اللي فوق 150 كيلو ده عنده مشاكل صحية كتير قوي في القلب، في الضغط، في السكر، فلازم نسأل الطبيب المعالج ليك ايه اللي احنا نقدر نعمله، وهل النوع ده من العمليات مناسب لصحتنا ولا لا. خلي بالكوا كويس قوي ان عملية اللي بتتعمل بالبالونة، البالونة دي بتنزل جوه المعدة عن طريق منظار وبتتنفخ مية أو هوا، وبعد المدة اللي المفروض في منها 6 شهور وفي منها سنة وفي منها أكتر شوية، بعد ما تخلص المدة بتاعتها بيشيلوها من المعدة بعملية تانية بنفس الطريقة برضو، قسطرة معوية. العملية دي بتفشل تماما للناس اللي عندهم نهم في السكر أو عندهم جوع عاطفي، لأن السكريات زي ما قلنا حجمها صغير وبتدوب، ولما بتنزل بتبقى مش واخدة حيز، بتدي سعرات حرارية وبترفع الوزن لكن ما بتبقاش واخدة حيز في المعدة، فالبالونة بتفشل معاهم. زي ما قلنا أطباء عندهم ضمير، وناخد رأي الدكتور المتابع لحالتنا الصحية المرضية، وإن شاء الله توصلوا للوزن الصحي، والأهم من كل ده إن صحتكم تبقى زي الفل. سلام.